يقول: انتشر في الآونة الأخيرة تصوير الذبائح أو تصوير الذبح من أجل إكرام الضيف، فما حكم هذا الفعل وهل يصل إلى حد الشرك الأكبر؟ إيش؟ يقول: انتشر في الآونة الأخيرة تصوير الذبح من أجل الضيف. تصوير نعم، تصوير الذبح، ذبح الذبيحة من أجل إكرام الضيف، فما حكم هذا الفعل وهل يصل إلى حد الشرك الأكبر؟ تصوير الذبيحة فيه إكرام للضيف، الضيف يكرم بتقديم الطعام له واللحم، وأما تصويرها فليس فيه إكرام له. تصوير إذا كان لذوات الأرواح هو محرم. نعم.